وانا سعيده جدا لنتكلم عن واحده من المهن المختلفه شديد، اللي هو انك تحترف كيف تروض الحيوانات، وانه تاخذ الموضوع ده كهوايه اولا وبعدين كوظيفه ومهنه لك. ما شاء الله انت في المجال 12 سنه او اكثر. احنا سعيدين بك جدا احمد المنذر الصادق، هاوي ومدرب كلاب، اهلا وسهلا بك. يا اهلا ومرحبا اسره سودانيه 24، ومرحبا بكل المشاهدين. انا اللي انا معاكم عشان اوضح حاجات كثيره في الهوايه وفي التدريب. تمام. من طريقه التدريب لمعلومات صح عامه يعني عن صح. احنا بنرحب برضه بوايلي، هي هتكون معانا على الهواء. أيوة. واكيد انت برضه هتعمل يعني حاجات كثيره من خلالها، طبعا هنفهم الموضوع ده فيها تساعدك في الجانب. اكيد اكيد. تمام. احنا في البدايه عايزين نعرف انه انت اقتحامك لعالم الحيوانات، شنو اللي خلاك انك انت تخش في الجانب ده والتفاصيل دي؟ طيب انا حبي للحيوانات بدا من انا صغير، من انا في الروضه. اللي هو بدا بالكتاكيت الصغيره السواسيه، منها مشيت للكدايس، بعد شويه غنم، ارانب، حمام، طيور. okay. اخر حاجه يعني الحاجه المرتبط بها جدا حاليا الكلاب. ليه؟ لانه انا لقيت انه الكلاب بتبادلني نفس الشعور. okay. لانه الكلاب بتظهر لك الحب. يا سلام. ايوه. والوفاء طبعا، هي صفه الوفاء معروف طبعا فول عندها، و يعني بي بي بت بتفرغ الطاقه السلبيه. يا سلام. طب احنا هنتكلم عن الجانب ده اكتر، لكن معنا فيديو تعال نتابعه ونكمل فيه محاورنا. يا اهلا وسهلا. يس. طبعاً مدرب أحمد. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب يعني إحنا عايزين نجيف على تفاصيل التجربة وحجم التحديات اللي أنت بتواجهك فيها. طيب التجربة هي كتجربة ممتعة جدا واللي ما زالت ممتعة وأنا مستمتع فيها جدا، لكن التحديات اللي واجهتني كمجتمع سوداني وكبيت سوداني إنه بيرفضوا فكرة الكلاب. أيوة. لكن أنا صبرت وركبت راس كم مرة كده مع ناس البيت وكده، فالمهم في النهاية هم اقتنعوا. تمام. واستمرت فيها يعني. حلو. طب أنت ما شاء الله مريت على جوانب كثيرة، يعني ترويض حيوانات، ابتدت طيور وكمان قطط والآن كلاب. أيوة. فكل واحد برضو طريقة تعامله مختلفة وحجم التجربة ذاته اللي انت عشتها أو المهنة دي داخل السودان وخارج السودان، فالموضوع أيوة. ده برضو تفاصيله عاملة كيف، نتكلم أكثر عن جانب دي أحمد. طيب هو وجه الشبه بيناتهم كلهم إنه التدريب دائما بيتم عن طريق الأكل. أوكي. اللي هو الغريزة الأولى للحيوانات، اللي هو بدرب الحيوان إنه يعمل حاجة بحركة أو بخليه يتبع الأكل لحد ما يعمل الحاجة، وبعديك بديه الأكل كمكافأة. فده وجه الشبه بيناتهم. okay. الصعوبات اللي يعني الاختلاف بيناتهم إنه التدريب المستمر، يعني التدريب المستمر هو اللي بيوصلك إلى مرحلة عالية مع الحيوان إنه يسمع الكلام من أول مرة أو ما ينسى الكلام. okay. برضو عايزة صبر طبعا، يعني صبر جدا، صبر شديد. طيب يعني هسا وايلي هي ما يعني ما كلبتك أنت، هي أيوة. لواحد من الشخصيات أيوة. اللي جابها عندك برضو عشان تقوم تتدرب، فده برضو جانب تاني. يعني انت ما بس بتمتلك للحيوانات، انت أيوة. كمان ممكن واحد يتواصل معك على انك انت تدرب الحيوان الخاص به يعني. أيوة أكيد. فطيب عارف التفاصيل دي برضو. طيب التدريب بيتم يعني اول مره انا بمشي بشوف الكلب، بقيم الكلب شخصيته ذاتها. يعني الكلب كان انضرب قبل كده، بيخاف من الناس، متقبل الناس الغربة ما متقبلهم، في جوانب كثيره. يعني انا اول شيء كمقابله اولى بشوفها، بعدين بقدر احدد انه الكلب ده انا حدربه بأي طريقه. يعني في كلاب ما بتتقبل الاكل من زول غريب،
وفي كلاب ممكن تتقبل الاكل من الزول الغريب من اول مره، وهي ممكن تكون برضو غير اليفه وما تتقبلك اصلا. أيوة. هي ما أيوة. متعوده. عاوز اصبر انه انا كيف اقنع الكلب ده انه انا ما خطر عليه عشان هو ما يهاجمني. طب يعني معلش احمد، دي ما برضو عايزه جانب بتاع دراسه، وعايز جانب بتاع انك انت برضو ممارسه ما شاء الله 12 سنه او اكثر، هي طبعا أيوة. كانت سنين كويسه، فانت كيف برضو يعني اهلت نفسك كيف في الجانب ده، وكيف طورت نفسك؟ هل درست المجال ده؟ لانه برضو في كده انك تفهم نفسيات حيوان ده برضو حاجه صعبه شديد يعني. طيب الحاجه دي عن طريق اليوتيوب. انا بحضر فيديوهات وبشوف البودي لانجوج بتاعت الكلب، يعني الكلب ده هو ما حيقول لي انه انا حضربك او حعضيك او حاجه زي دي. ففي بودي لانجوج انه لو نظر لي نظره معينه، انه لو ما حرك راسه، لو ما حرك ديله، يعني في كذا طريقه انه انا اشوف الكلب ده كده وبفهم انه هو حيعمل شنو. تمام. طيب يعني انت برضو من جانب يعني يوتيوب، هل برضو استفدت من وجودك في السوشيال ميديا كانك انت مثلا تسوق لنفسك اكثر، او انك انت توصل معلومات وتصحح معلومات كمان مغلوطه للمجتمع وتفاصيل زي دي، ولا عملت شو قبل شوي؟ احنا شفنا واحد من الفيديوهات اللي انت برضو اشتغلت على بطريقه لطيفه. ايوه ده كان كلبي في البحرين. أه. اللي هو اسمه باك، نوعه دوبرمان. عمره حاليا سنتين وشويه. باك ده انا وصلت معاه المرحله دي كيف؟ عن طريق التدريب المتواصل، عن طريق برضو ايام الكورونا، يعني 3 شهور انا وهو قاعدين قصاد بعض وبس تدريب وهو بس. الفيديوهات اللي انا بنزلها دي يعني بنزل الفيديو وبشرح كيف التدريب، يا سلام، او بنزل فيديوهات مرات بشرح للناس انه كيف يتعاملوا مع كلابهم كده. في جروبات سودانيه حقت هوات الكلاب وكده. أيوه. يعني فانا قاعد انزل لهم الفيديوهات طوالي وبنصح وكده، يعني اي زول يستشيرني حتى في رساله، في اتصال، في اي حاجه، ما قاعد ابخل عليهم. تمام. انت قبل قلت انه احنا عايزين نصحح مجموعه من المفاهيم ممكن تكون هي مغلوطه للمجتمع السوداني، شنو حاسس انه ممكن تكون مساحه زي حقت الليله دي ان انت توصل من خلال الرسائل، او انك انت توضح فيها حاجه الناس ما فهمها؟ طيب في ناس بيقول لك انه الكلب ده سعران. أوكي. السعر هو مرض. سعر مرض، هو بيصيب الجهاز العصبي في الثدييات كلها. يعني الغنمة ممكن تجيها سعر، البقرة. كل الحياة، كل الثدييات. فكونه انه الكلب شرس او يعني بينبح في الزون، ما ده ما بيعني انه سعران. لانه الكلب السعران ما بيعدي 11 يوم. 11 يوم ممكن يموت. الكلب السعران ما بيعيش في قطيع، ما بياكل، ما بيشرب. ف لما تشوف كلب بيهجم عليك او بينبح او حاجه زي كده، ما معناه انه سعران. يعني في كذا مره انه حصل اللي هو الاباده الجماعيه حقت الكلاب دي بسبب انه بيقولوا الكلاب سعرانه وما سعرانه، انتوا فحصوا عليها ما فحصوا عليها، صح؟ ف برضه هي الحاجه دي يعني بتاثر في المجتمع، انه مثلا ناس الحل حاجه زي دي يقولون كلب بينبح فمشوا قتلوه بدون اي ذنب. للاسف دي حاجه كعبه شديده. ايوه بتحصل طوالي. لا لحد يوم الليله قاعد تحصل والله للاسف. يعني الاطفال بتاعنا المدارس. أه. يعني انت الكلب ده لو ما انت ضربته هو ما حيهجم عليك. ف يا ريت يعني الناس تتعامل معاه. يا سلام يا اخي، يا سلام، بحاجه يعني رفق بالحيوان. أيوه. دي برضه رساله. يس. ورساله حلوه شديد والله يا احمد. أكيد. وان شاء الله موفق يعني، وكويس انك انت بديت ما من هسه، انت بعد يمكن من سنوات برضه، ولكن لسه في مساحه كويسه انك انت تقدر توضح فيها رسائل وتوجه كمان فيها رسائل من خلال برضه استخدام صفحتك على التواصل الاجتماعي. أيوة. أكيد. طب يعني 12 سنه، هل يعني حصلت لك مثلا تعرضت لهجمه لغيره، لعضه اللي بتعمل اي حيوان انت كنت بتروده، ولا الموضوع ده كان عادي والله كنت عارف تتعامل معه؟ هي كهجمه مباشره ما حصل. وفي نفس الوقت يعني في ناس كثير انا بيزعلوني بيقول لي انت ما بتخاف من الكلاب. هو الموضوع ما خوف. أوكي. يعني كل الناس بتخاف وكده، الخوف دي حاجه طبيعيه في الانسان، لكن انا عارف كيف اقدر اتعامل مع الكلب والبوردي لانجوج حقته حافظه وكده. فعشان كده يعني انا في حالات انا ما بقرب عليها في الكلب. بقدر كيف اوصل له انه انا اقدر المسه بدون ما هو يعضيني او حاجه زي دي. طيب يعني انت ممكن تاخذ فتره طويله جدا مع الكلاب، والحاجه دي ممكن انت بترتبط بها زي ما انت ذكرت. أيوة. قلت لي احنا في ارتباط وبتاع وكذا وتواصل، فالموضوع ده يعني هسه اللي هو صاحب وايلي هيجي ياخذها، فانت كيف برضه بتتعامل مع الموضوع ده؟ انا قاعده افهم. كل مرة. اوكي. لان يعني احساس انه خلاص انت بتتعود على
يعني بحيوان معاك وانت تكون قاعد زي ما ذكرت انك تتبادل معه الحب، فالموضوع ده بيبقى صعب شديد انك انت ترجعه تاني لاسرته وتفاصيله كده، فكيف برضو انت بتتعامل مع الموضوع ده؟ طيب والله انا قاعد ارتبط بهم ارتباط عاطفي جدا، لكن في نفس الوقت انا تعاملي مع الكاستمر بتاعني يعني بيكون ممتد، يعني ما قاعد ينقطع مع التدريب، بس بمشي ازورهم بخليه يرسل لي فيديوهات سلام يا اخي، كل فتره وثانيه بمشي اطل عليهم اشوف الحاصل عليهم شنو، ممكن هو اللي يرتبط بك ويكون ما يهزمش اصلا في نفس الوقت. ايوه بتحصل ايوه اوكي ايوه، حاسه انه وايله هتقعد خلاص دكتور انت استغنى عن الموضوع ده وخلي وايله عند احمد عشان ما بقدر انه فارقه، هي لطيفه حقيقي. طيب احنا عايزينك تورينا يعني انت هي جاتك في اي مرحله ودربتها شنو ووصلت جاته مرحله كمان، او هي يعني اصلا والي لما جات عندك عشان تتدرب حاجه معينه ولا عشان شنو؟ لانه كان بسمع برضه في حاجات عندها علاقه بتعديل سلوك وتفاصيل وكده، ولازم برضه يكون مدرب متخصص عشان يغير الحاجه دي. ايوه والي جاتني تدريب بتاع طاعه، يعني هي ما شاء الله هي مؤدبه جدا وما عندها اي مشاكل، يعني ما عندها هجوم على الناس والحاجات دي. تدريب بتاع طاعه بتاع شو يعني في 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 كذا شو كده، احنا ان شاء الله يعني في الشهور الجايه دي ان شاء الله بعد رمضان الشو بيكون عباره عن انه كيف تظهر القدرات بتاعتك بتاعت الكلب، يعني مثلا انه يمشي جنبك يجي بين رجولك يقعد داون، كيف هو بيستقبل الاوامر وكيف هو التواصل بينه أيوه وبين التواصل بينه وبين المدرب. اوكي طيب دي حتكون بعد انت شغال عليها هسه؟ حاليا شغال عليها وعلى وايل. انت يعني دي مساحتك طبعا، فممكن تدينا حاجه انت وايل يعني؟ يس مساحتكم انت وايل. كم كم هي كم توين سيت اوكي فرونت سيت داون وايلي داون 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 سيت هيل فرونت جود كير اوكي اوكي نايس. طب ده بياخذ كم احمد يعني انت عشان توصل للمرحله دي؟ برضه بتعتمد على قدرات مهمه صح؟ ايوه. ولا انت كيف بتنميها يعني الموضوع ده كيف عايز فتره بتاع التدريب كم مثلا؟ طيب دي بتعتمد على استقبال الكلب، يعني في كلاب التشتت بتاعها سهل جدا. بتعتمد على حاجه ثانيه على تكرار. اوكي اذا الكلب معي انا بقدر اوصله بصوره اسرع لانه خلال اليوم يعني كذا ساعه بديه، لكن لما تكون مع صاحبه يعني في ناس مرات بيكون مشغولين ما فاضين حاجه زي دي فما بيكرروا مع الكلب، فعشان كده بياخذ زمن اطول. يا سلام يا سلام. طيب يعني هل ممكن في حالات بعد ما خلاص انها تصل مرحله كويسه من التدريب والترويض وكده ممكن ترجع تاني ان هي خلاص ما تتلقى اوامر او ان هي ما بتسمع الكلام او التفاصيل دي؟ ايوه ممكن. ده بعدم كيف طب معالجه عدم التكرار؟ الكلب ده لازم تكرر له كل يوم، يعني هسه مثلا الكيناين دوكس اللي هي الكلاب البوليسيه دائما بيخلوها في حاله بتاعت اكشن، اللي هو يوميا الكلب بتاع المخدرات ده يوميا بيدربوه على المخدرات. أوكي. بيدربوه انه يفتش أوكي. لانه لو مثلا قاعد اسبوع اسبوعين ممكن يتراد من الموضوع ده، او أوكي. مثلا يشغله موضوع ثاني، يشغله لعب، يشغله حاجه زي دي. فعلى طول الكلب بيكون في حاله اكشن انه طوال يفتش في المخدرات والحاجات دي. ففي نفس الوقت التدريب بتاع طاعه والحاجات دي لازم يكون مستمر عشان الكلب يكون حافظ الحاجه متعود عليها. طيب التواصل بتاعك انت كمدرب واصحاب الكلاب نفسهم يعني كيف شكل التواصل بعدك بيتم المتابعه؟ هل بياخذوا منك برضه تعليمات معينه ان يمشوا عليها ولا خلاص هو بس بيوصل لمرحله معينه وشكرا جزيلا؟ لا انا بكون متواصل معهم. الحاجه الثانيه يعني بتحصل اللي هو زي ما قلت قبل شويه انه الكلب بيبدا ما يسمع الكلام. ايوه فدي عندها اسباب، انه مثلا طريقه الامر التون بتاع الامر لازم يكون واحد، يعني في ناس مثلا بيعلم الكلب انه لو داري يقول له سيت بصوت عالي فبعد شوية لما يقوله بصوت واطي الكلب ما حيسمع الكلام صح. لكن التون بتاع الصوت العالي حيسمع الكلام طوالي. ف انا بنصحهم دائما انه الصوت يكون واحد أوكي. طريقه الامر واحده، التحفيز يعني في تحفيز قبل الامر وفي بعد الامر، فلازم يكون في توقيت معين يعني اوكي تمام.
دي أيوة. حاجة لطيفة شديد حقيقة، وشغل انت كمان مستمتع وانت بتعمل اكيد فيه. اكيد فدي أيوة. حاجة يعني اذا بيكون بمتعة في التفاصيل دي هو بيكون مبسوط جدا بالتفاصيل. تمام، احنا يعني عايزة اشكرك طبعا على وجودك معنا في اليوم ده وعلى الفقرة اللطيفة جدا. حقيقة عرفنا جوانب، انا شخصيا عرفت جوانب كويسة شديد وقادرة اتعامل في سبيس قريبة يعني، فشكرا لك انك انت خليتناكم اكثر الحاجز ده. شكرا جزيلا، واتمنى لك اكيد دوام التوفيق والنجاح.